يا طه. ايوه يا فندم. هتركب معايا في العربيه بتاعتي زي كل مره ولا هتركب في عربيه تانيه؟ يا فندم ازاي اسيب سيادتك يا فندم؟ ده شرف لاي حد يكون معاك في اي مداهمه يا فندم، يا رب دايما مع بعض. يا رب حبيبي يلا اتفضل. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا فندم. انا عايز اقول لكم كلمتين قبل ما نتحرك. المفروض ان الناس كلها تحسدنا على الموقف اللي احنا فيه. احنا ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا واختارنا دونا عن كل المصريين. اللي هيعيش مننا هيعيش على صدر وسام بقيت عمره، واللي هيستشهد ربنا سبحانه وتعالى هينوله الشهاده على اطهر ارض. يعني احنا كده كده كسبانين. عايز كل واحد فيكم يخلص النيه لله عز وجل وهو طالع، وعينك تبقى على العدو المتربص لك وعلى زميلك. زميلك ملوش غير حاجتين بعد ربنا سبحانه وتعالى، سلاحه وزميله اللي في ظهره وفي كتفه. تمام يا رجاله؟ تمام يا فندم. اركب الدوريه. خالد. تمام يا فندم. نركب العربية بتاعتك. يا فندم بس يلا اسمع الكلام يلا. عارف ايه اللي زعلك؟ رامي حسين ده ظابط كنز ما يجيش منه اتنين. واحد زي رامي حسين ده خسارة يحارب شوية كلاب زي دول. واحد زي رامي حسنين كان ينفعك يوم عدوك الحي يبقى قصادك وش في وش، مش مستخبي ورا شوية كلاب زي دول. بس هنقول ايه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. كل واحد قلبه على قلب فيه، إن شاء الله هنتحرك زي ما احنا كده، يرجع بإذن الله سالمين غانمين موفقين إن شاء الله. طول ما بشوفكم كده بقول مصر بخير. هي ثلاثة صح دي اللي هو في تاريخ مصر كله على 103 صح. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أحيا مصر أحيا مصر أحيا مصر.